عايز الدايره دي عشان ابين عليها حاجه. سؤالي مش احنا قلنا رجل خمسه في ثلاث خمسات ممكن اوصلها بكباستور ممكن اوصلها بحاجه؟ هل لو انا وصلتها بالجراوند المفروض الدايره تشتغل؟ في الحقيقه لو انا جبت رجل خمسه وصلتها بالجراوند الدايره تشتغل؟ طب هل فعلا في السيميليشن لو وصلت رجل خمسه بالجراوند الدايره تشتغل؟ ما اشتغلتش اهي؟ فترى البروتس ريلايبل سيميليشن تول. فاكرين لما جينا رسمنا وقلنا ال المكثف ليتري نو لما يبقى المكثف بيشحن بيفرغ لما بتاع. تعالوا نستخدم الاوسلسكوب ونشوف الكلام ده فعلا. طيب الاوسلسكوب بتاع البروتس اربعه تشانلز، يعني ايه اربعه تشانلز؟ مين هنا قاعد ما اشتغلش على الاوسلسكوب كويس؟ هو عندنا بس كنا شغالين شويه هنا شغال دلوقتي الاوسلسكوب. طب هو كده هينور ولا ينور؟ امره ينور ولا ينور؟ تمام معايا اعصابي بس. ايه الحاجات اللي انا عايز اشوفها؟ انا عايز اشوف مثلا الليد الاوت بتاع الليد، هروح موصل الاوسلسكوب رجل ثلاثه هنا. النيجاتيف بتاعهم كلهم جراوند يا جماعه. تمام؟ البي مثلا عايز اشوف الفولت اللي موجود على المكثف. هل فعلا الاوت بوت المفروض انا متوقع شكل الاوسلسكوب يطلع الاتي؟شانل ايه تعمل لي مربعات عامله كده سكوير ويف، سوري ترين اوف بالسز. والمفروض تحتيهم يطلع لي ايه؟ يشحن يفرغ يشحن يفرغ كده. ده اللي هو الفولت الموجود على المكثف. ده اللي احنا درسناه وقعدنا نتكلم فيه كلام كتير ومش عارف ايه، هل ده حقيقي فعلا؟ تعالى نشوف كده. طب ركزوا بس معايا عشان نشوف السيميليشن دي. انا هعمل هنا بوز لحظه بس. انا عملت بوز لحظه عايز اشرح البتاع ده. ده الاستوسكوب وكله يركز معايا. الاستوسكوب اصلا اساسا يعني المفروض يبقى فيه تو تشانلز الطبيعي اللي عندنا هنا. ده فيه اربعه تشانلز، شانل A B C D كلهم شبه بعض، لو شرحت واحده كاني شرحت الاربعه. حلو. A و B ميتف بير الاثنين مع بعض. يعني في اوبشن مخصوص ب A و B مع بعض. C و D برضه ميتف بير، يعني ايه؟ الاثنين مع بعض. وحالا هو ايوه والله يفتح عليك، دول اكس واي ودول اكس واي، في هنا ظهر اسمه A زائد B. الاثنين زياده هم C و D بس حاطط لهم شانل. وفي C و D هنا زي تمام؟ طيب شانل A ايه المودز بتاعتها؟ واحد من اربعه يا A C لو انا هرسم A C سيجنال. حاجه بتتغير زيروز وانز ساين ويف ايا يكن. دي C لو عايز يبلوك الدي C يعني يرسم الدي C كومبوننت اللي موجوده فيها، يعني عندك سيجنال ساين ويف وانا جمعت عليها دي C. شفتها لفوق. لو انا حطيته على الاي سي مود هتترسم وهي فوق. لو انا حطيته على الدي سي هتترسم وهي تحت. الاي سي مود بيرسم السيجنال زي ما هي. الدي سي مود بيبلوك الدي سي اللي فيها. بيبلوك على الاقل ده اللي هنا. بيشيله. هنشوفها طيب. ده في البرنامج في الحقيقه ما فيش اوسلسكوب اربعه شانل. بيبقى غالي جدا. الجراوند ده بيروح عامل ايه؟ بيرسم لك الخط بتاع الجراوند الزيرو ليفل عايز تحطه فين بالظبط؟ عايز تحطه في الشاشه من فوق ولا في الشاشه من تحت؟ طب ازاي احطه في الشاشه فوق ولا من تحت؟ شايفين البتاع ده؟ دي البكره بقى اللي بتحدد انت عايز تحطه فوق ولا تحت ولا عايز تحطه فين بالظبط. اخر واحده اللي هو الاوبشن ده اللي هو اوف لو انت مش عايز التشانل دي تظهر قدامك. مين التشانلز اللي انا مش عايزها تظهر اللي انا مش مستخدمهم؟ اللي هم السي والدي انا قفلتهم. تمام؟ طيب. ايه اللي هنا ده؟ شغل حاضر. ايه البكره اللي موجوده هنا دي؟ شايفين هنا في مربعات هي مش باينه هنا اهي بس في مربعات بالطول مربعات بالعرض في شبكه مرسومه هنا. المربعات دي البكره اللي هنا دي بتقول لك ارتفاع المربع الواحد قد ايه؟ يعني هنا مثلا البتاعه دي ارتفاعها مربع 2 3 4 5 ارتفاعهم كام مربع؟ خمس مربعات مثلا. ارتفاع المربع الواحد كام فولت؟ يبقى ارتفاع البتاع دي كام فولت؟ 10 فولت مثال يعني لو خمسه دي واخده خمس مربعات وكل مربع ب 2 فولت. تمام؟ طيب يبقى دي البكره اللي قلنا ده اللي هو بتاع المود بيحدد المود بتاعك كام واحد في الاوميجا. البتاع دي اللي بتحدد انت عايز البتاع دي موجوده فين؟ دي بتحدد قيمه الفولت 2 فولت 1 فولت ونص فولت اللي هو ارتفاع المربع عايزه كام فولت. تمام؟ انفرت دي بتعمل ايه؟ بيخلي السالب موجب والموجب سالب. تمام؟ وايه بلس بي؟ هيجمع السيجنال اللي A وصلت لها زائد السيجنال اللي B وصلت لها وهي السيجنال. اوتوماتيك بيخلي البي تختفي من على الشاشه. تمام؟ وايه اللي بيعمل السالب موجب والموجب سالب؟ انفرت.
تمام؟ دي زي دي زي دي زي دي، بس دي تخص شانل A، دي تخص شانل C، دي تخص شانل B، دي تخص شانل D. بتاعة التريجرنج دي مش هنستخدمها، يهمني بس بتاعة الهوريزونتال اللي هي المربعات اللي في العرض هنا. بيقول لي المربع من هنا لهنا حاجز الزمن مقداره قد ايه؟ 1 ملي سكند. كل ما اقعد اغير في البكر اللي هنا دي اقعد اغير في مقدار المربع. الحاجات بتاعت السورس اوف تريجرنج دي احنا شغالين السورس اوف تريجر اللي هو السورس اللي موجود جوه، مش هنغيره يعني في معظم الشغل بتاعنا. يبقى تاني كده سريعا ال دي في قصه شانل A زيها C و B و D وكله. دي ده بتاع المود، الزرار ده بتاع الانفيرت اللي هو بيقلب. الزرار ده بيجمع A زائد B، يجمعهم على بعض في العرض بس. هي ده بيحدد مكان البوزيشن اللي انت عايزه، وده الايه؟ الفولتج اللي خارج منها، تمام؟ طيب تعالوا نشغل كده السيميليشن. دلوقتي الرمز ده ثابت كده مكانه مش عاجبني، فانا عايز اعمل ايه؟ لان السكيل بتاعي كبير، فانا عايز اقلله شويه، هعمل ايه؟ المربع الواحد بالعرض بيعمل عامل لي 1 ملي سكند، انا عايز اقلله شويه. بص كده كل ما هتغير في البكر دي عملته 1/10 ملي سكند. ساعتها ابتدت بقى الرسمه تبان. انا شايف ان الرسمه دي مش عجباني شويه، ابتدي ايه اكبر شويه في الفولت ده كده سنه عشان اشوف شكل الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها. هحط الاثنين فوق بعض عشان اثبت بالظبط ان دي زي دي. تمام؟ بيطلع هنا 1 لما ده بيفرغ، ده بيفرغ، ده بيشحن وهكذا. لاحظوا بقى هنا الاوتبوت ده عمال يزيرو و1 يزيرو و1. خلينا نعمل هنا بوز، همشي ستيب. هو ده طفى بس للاسف ده مش شغال في ريال تايم. لو حركت البكره دي كده شمال شويه عشان نشوف الرسمه وهي بتترسم. شايفين؟ زي ما قلنا لما بيبقى 1 بيبقى بيشحن، لما بيبقى 0 بيبقى بيفرغ، زي الرسمه اللي احنا كنا متوقعينها تظهر. اعمل كده. عشان مكبر السكيل قوي، ده فعلا اللي بيحصل، هي ميل يعني، بس الميل هنا مزودينه اوفر شويه. يعني هي المفروض بيبقى من اول هنا لحد هنا مفيش يعني. قول. الاستوسكوب واصل عليه. ما حدش يجي وعايز يقفل الاستوسكوب يروح قافله من هنا. كده السيميليشن لسه شغاله والاستوسكوب اختفى. لو عملت الحركه دي بتدوس هنا رايت كليك والديجيتال استوسكوب عشان تفتحه مره ثانيه. لما تعوز خلاص تخفي البتاع ده مش عايزه تروح دايس ستوب للسيميليشن. تمام؟ الاستوسكوب واصل بايه؟ شانل A واصله برجل 3 عشان اشوف الاوتبوت. وشانل B واصله بالكباستور هنا تحت عشان عايز اشوف الجهد اللي موجود على الايه؟ على المكثف. تمام؟ الجزئيه بس كده صغنطوطه اللي هي بتاعت فورير عشان الناس اللي حابه ايه تشتغل فورير. تعالوا نعمل بقى لعبه ظريفه كده اموره صغنطوطه. انا هجيب من هنا ايه من الجنريتور مود هجيب ساين ويف. ادي هجيب هنا ساين ويف اهي. تمام؟ هخش على البروبرتيز بتاعتها. عايز مثلا ساين ويف من الجنريتور مود. جنريتور مود ساين ويف نزلتها دبل كليك عليها احطها فين؟ عايزها الامبليتيود بتاعها كام؟ سي 5 فولت يعني موجب 5 لحد نيجاتيف 5. ترددها كام؟ 100 هرتز مثلا. تمام؟ اوكي. لازم تبقى حاطط معاها اي كومبوننت مقاومه مثلا، مش مهم توصلها بحاجه اهي كده ولازم توصلها. لاحظوا هنا في كده علامه استفهام هنا، شوفوا ايه اللي هيحصل لما اوصل. ده جنريتور بتاع جنريت ساين ويف. لسه ما خلصتش. هتحط الناحيه الثانيه ايه؟ اي حاجه ما لهاش، لازم كل حاجه ليها تو تيرمينالز. طب ده واحد، الثاني بتاعه مين؟ كده بقت سيركت بقى بالنسبه لك. تمام؟ انا هعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا هنزل استوسكوب عشان اشوف شكل الساين ويف ديت. والحاجه الثانيه احط هنا بروب واشوف الفورير بتاعها. الفورير بتاع الساين ويف ايه؟ خلينا الاول نتفرج على دي الاول بس. تمام؟ اهي هقفل التشانلز دي. سكوير ويف ده ليه ساين؟ انا قايل ساين والله. تمام؟ حد يقول لي بقى الساين ويف دي؟ شايفين الارتفاع. تمام؟ بصوا لما بكبر هو مش بتكبر ولا حاجه، ده الفيو بتاعها بس هو اللي بيكبر هنا. طيب ده شكلها فين؟ البروب بنجيبه منين؟ شايفين السهم ده اللي هو تحت الجنريتور على طول؟ السهم ده؟ ايوه مش مشكله. ندوس عليه كليك هيقول ايه البروب ده اصلا؟
قلنا ده لما تيجي تستخدم فوريير لازم تحط بوب على النقطه اللي انت عايز ترسمها. لا مش هتقول. حطيت البروب ووصلته بالحته اللي انا عايزها هنا. تمام؟ فاكرين الجراف مود اللي بنجيب منه فوريير؟ ادي فوريير اهو وهرسمها اهي. انا عايز ارسم ايه بالظبط؟ مش انا عايز ارسم ده؟ هدوس عليه واسحبه واحطه هنا جوه. شايفين هنا ايه اللي حصل؟ ظهر لك هنا علامه الـ A يقول لك ده البتاع اللي انت عايز ترسمه اهو. تمام؟ لو شغلت سيميليشن مفيش حاجه هتحصل. بتدوس على سبيس، تدوس على مسافه. شايفين؟ عشان يرسم الفوريير مش بتشتغل السيميليشن. لما تشغل السيميليشن هشغل اوسيلوسكوب. ملوش دعوه هو يعني. ملوش علاقه، فوريير منفصل شويه عن السيميليشن العادي. تمام؟ انا مثلا هنا اخش دبل كليك، هو بيعمل دلوقتي الفريكونسي من كام لكام؟ بيعرض الفريكونسي من كام لكام؟ من 1 هرتز لحد كام؟ لحد 100 كيلو، انا مش عايز لحد 100 كيلو، سيب مثلا عايز لحد 1 كيلو مثلا. تمام؟ وادوس اوكي. بص كده. خلينا نعمل ماكسمايز عشان الناس كلها تشوف. اهو. امبلس عند 100، لا نعملها عند 100 هرتز. بص عند 100 هرتز بالظبط طلع لك ايه؟ امبلس. وده فعلا اللي بيحصل في الحقيقه، ان بسبب الرول اوف بتاع الجنريتور ما بيحصلش ان تطلع سنجل امبلس سهم واحد عامل كده، بس بتطلع ايه؟ احنا بنعملها ما بيشتغلوا لنا بيقولوا لنا هم قالوا لنا بنعمل كده. طيب تعالوا نغير الفريكوانسي. في ايه؟ خلينا نعملها مثلا عند 500 هرتز. ندوس سبيس مش هشغل السيميليشن. راح فين الامبلس؟ بقى عند. تمام؟ فاهم مشكلة؟ احنا البروب ده مصرينا وبين ايه وايه؟ البروب ليه طرف واحد وطرف تاني بتاع الباك جراوند. ايه الحاجة اللي أنا عايز أرسمها؟ مش أنا عايز أرسم الساين ويف ديت؟ فأنا موصل البروب أهو بالساين ويف. كده ذات انكلودز يعني الشرح اللي أنا عايز أشرحه يخص بالبروتس يعني. اللي مضطرين نعمله دلوقتي إنكم تشتغلوا. كل واحد يقعد يشتغل يشتغل يشتغل، لأن الشغل على البروتس مهم جدا جدا جدا. ده اللي هنقعد نكمل عليه. هنيجي نشتغل موتورز، هقول لك ننزل الموتورز ونعمل الدوائر على الاتش بريدج والحاجات دي على البروتوس. هنيجي نشتغل بي سي بي، هتحتاج تعمل بروتوس وبعد كده تعمله بي سي بي. هتيجي تشتغل مايكرو، هتعمل سيميليشن للحاجات دي على المايكرو. كل الحاجات دي هتقعد ايه؟ تشتغل على البروتوس. فرجاء هنقعد نشتغل.